والأخطر والأخطر الآن، الآن الطواقم الفنية والإعلامية بدأت تنفذ منها بطاريات الكاميرات والهواتف، ستدخل غزة مع انقطاع الكهرباء إلى ظلام إعلامي كامل. ستستطيع إسرائيل أن تفعل ما تشاء دون أن تلتقط كاميرا واحدة هذه الجرائم. ولكن سيد سامر بوعدك، يعني قناة الغد ستبقى حاضرة في الميدان كل دقيقة وكل لحظة، وسوف تكشف عن هوية المجرم الحقيقي. قناة الغد أصبحت قناة الضمير العالم الآن بهذه التغطية المباشرة المهنية العالية الدقيقة الصريحة، ويجب أن تستمر بذلك. يجب أن تبقى هذه العدسات مسلطة على هذه الجرائم، ويجب أن تتحرك الآن الدبلوماسيات الفلسطينية والعربية باتجاه إيقاف هذا المجزرة الآن، الآن. ولأول مرة ترتكب نكبة حقيقية باتجاه الشعب الفلسطيني.